جديد في فير بلاي نحكي كورة ونواصلوا في استقبال ضيوفنا مواصلين من توا حتى لما 3:30 مستقبل رجيش بعد الموسم المميز اللي عداه يبدل ستاف تكنيك نتاعو بخروج سعيد السابي وانتداب ممرن نجم نقول ممرن شاب في اول تجربة لي تقريبا نفس اللي صار مع سعيد السابي اول تجربة كانت مع مستقبل رجيش وكانت ناجحة يختار نفس السياسة محمد علي العروي رئيس مستقبل الجيش والهيئة المديرة متاعو بانتداب عصام المرداسي اللي كان عدى الموسم الماضي تجربة ممتازة وناجحة كانت مع سكاك حديد صفاقس وكان قريب برشا من الصعود للرابطة الأولى. معنا بالتليفون الكوتش جديد لمستقبل الجيش عصام المرداسي نحكي معاه على تجربته الجديدة هذه. عصام أهلا بك. مرحبا أهلا وسهلا بك إسلام ومرحبا بالسادة المستمعين إذاعتك في الاستفهام. نرحبوا بك عصام ونباركوا لك في نفس الوقت أيضا على التجربة الجديدة هذه تحدي جديد اللي كنتي بالي آخر القدام بعد ما كنت في رابطة ثانية الموسم الماضي أول تجربة لك كمدرب أول في رابطة الأولى. صحيح هي أول تجربة لي كمدرب أول على إن شاء الله ما أنت تم هو الاتفاق وكل شيء تم على فكرة أنت قلت رسمي هو كل شيء بإذن الله رسمي ما أنت الاتفاق على كل جزئيات كانت متفقين على كل شيء ناقص إلا بإذن الله في بحر في آخر الأسبوع هذا نتقابل مرة أخرى مع الرئيس ونصحوا العقد نتعدى لحكاية التجربة. صحيح هي أول تجربة لي في الرابطة الأولى بعد ما عملت تجربة إن شاء الله حققنا فيها ولو حتى نجاح نسبي مع سكاك الحديد الصفاقسي اللي هو من أعرق الفرق التونسية زادة وكانت تجربة ممتازة كسبت فيها برشا خبرة. اليوم تجربة جديدة ديفي جديد مع واحد من أفضل الأندية والفرق في الموسم الفارط في الرابطة الأولى هو مستقبل الرجيش اللي كما قلت انت من خصاله وحاجه باهيه في رئيس النادي انه يسمح في المدربين انه يعطي فرصه للشبان يامن بالكفاءات الشابه بلاعبين دوليين اللي عندهم فكر اللي واخذين شهاده معناتها موش لاعب وكهو لاعب وقاري معناتها الدومين دونك بارك الله فيه على الفرصه هذه وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله. حكيت معاه في النقطه هذه بالذات عصام حاول اسباب الاختيار على عصام المرداسي حول السياسه هذه بالتوجه للمدربين الشابين حكيتوا في النقطه هذه شنو هي توجهاته بالضبط فيها. هو سي محمد علي ملم ويعرف دخول التجيم معناتها يعرف امكانياته ويعرف الرصيد البشري بتاعه يعرف شنو اللي مشى معه وما يمشيش معناتها هو كيحكي لي حتى منذ كان مستقبل الرجيش في الرابطه الثالثه كان ديما يشرف عليه معناتها مدرب شاب ويقعد موسم كامل ويحقق معه النجاح معناتها تبدا ثم استراتيجيه بتعمل واضحه ثم عن بروجي سبورتيف يبنيوها مع بعضهم يأمن بالمدرب بتاعه ويكون هو الحامي بتاعه هو يكون ديما في ظهره معناتها يكون ديما معاه في الفترات الصعيبه اكثر منه في الفترات الباهيه هذا بالنسبه لي سبب من اسباب النجاح اضافه الى رصيد بشري فريق يبدا عندك لاعبين ممتازين وشفنا مليح شنو اللي قدموه الموسم الفارط دونك ما تنجم تقدم على التجربه هذه الا وانت متشجع معناتها ما ثمش منها تخاف اذا كان هيئه مديره على راس رئيس النادي معاك في السراء وفي الذراء اذا كان لاعبين عندهم الامكانيات ولازمهم ياكدوها الموسم هذايا ومامنين وعندهم امبيسيون انهم ياكدوا الموسم اللي حقوه الموسم الفارط ما ثمش الواحد من شي يخاف هو يجي يحط شويه الاكسبيريونس اللي عنده اللي كسبها الموسم الفارط شويه الاكسبيريونس كلاعب وتجربه كلاعب يحاول يوظفها في برشا لاعبين كلها كومينيكاسيون كلها عمل مع ستاف تكنيك ما شاء الله زاد لانه سعيد صحيح نجح الموسم الفارط لكن كان حلقه من جمله حلقات لانه سعيد ما خدمش وحده سعيد خدمه مع ستاف تكنيك اللي هو نفسه اليوم موجود خدمه مع نفسه المديره اللي وفرت له كل ظروف النجاح وكل امكانيات النجاح وخاصه خدمه مع لاعبين ممتازين مامنين بروحهم وناقصين الا التشجيع وناقصين الا الفرصه هذيك باش يبرزوا اخذوها الفرصه هذيك وان شاء الله السنه يزيد ياكدوا المستوى بتاعهم. باهي عصام كما قلت انت وكما ظهر الناس الكل اجمعت المستقبل عدى سيزون كبيره برشا العام الجاي تقريبا ضمن بقائه في مرحله مبكره وكان يلعب حتى على مراتب المتقدمه في البطوله هذا يصعب عليك المهمه عصام خاصه نجم نقول طموحات الاحباء تكبر شويه. هو ما لا شك فيه الموسم الثاني ميزا بار معناتها النتائج اللي قدموا ولا المركز اللي حققوا مستقبل الرجيش ديما الموسم الثاني راهو اصعب برشا من الموسم الاول. نحكيو على مستقبل الرجيش فريق حديث العهد في الرابطه الاولى. دونك ممكن انا قلت انه الموسم الفارط اولا النيفو بتاع البطوله بتاعنا نحبوا نقولوا ثم برشا فرق النيفو بتاعها طايح لبروفوني ترجي هذا اللقب قبل باربع جولات ولا ثلاثه جولات وبعيد على صاحب المركز الثالث والرابع والخامس والكل اكثر من 20 نقطه. اللي من المركز الرابع للمركز قبل الاخير تلقى الفارق في النقاط ما بيناتهم ما يفوتش الخمسه سته نقاط. مستقبل الرجيش 36 نقطه حقق موسم ممتاز جدا
والنادي الافريقي اللي منع في اخر جوله ب 33 نقطه، يعني فارق النقاط 3 نقاط. هذا 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 ممكن عامل مش نخدم عليه، انه صحيح عملنا موسم استثنائي، لكن الموسم هذا باش يكون اصعب، لانه برشا فرق باش ترجع للنيفو بتاعها، باش ترجع للعنفوان بتاعها، وخاصه باش تعمل معناتها مش تاخذ بعين الاعتبار الموسم اللي قدمه مستقبل الرجيس الموسم الفارط. يعني كل الفرق اليوم باش تحضر مليح المستقبل الرجيس. دونك انا متاكد اولا انا احنا مأمنين وعندنا ثقه في امكانياتنا، كيف سواء اطار فني والا لاعبين والا هيئه مديره، نعرفوا ما لنا وما علينا، مش نخدموا عليه شيء هذا، لكن الاكيد انه موسم باش يكون اصعب برشا من الموسم الفارط. باهي حكيتوا في الايفكتيف عصام، الملاعبين باش تخرج، الملاعبين باش تقعد، خاصه فما كلام على عروض قالها توصل الملاعبين مستقبل الجيش بعد الموسم اللي قد الماضي الممتاز اللي قدموه الموسم الماضي، خاصه ديارا المهاجم اللي كان من احسن المهاجمين في البطوله، نضال بن سالم، الملاعبين متالقين في مستقبل الجيش. يعني هو اكيد كما قلت اسلام انه ثم برشا لاعبين برزوا ومحل متابعه من عديد الفرق، حكينا في كل شيء، حكينا في الايفكتيف، حكينا في اللي مانك اللي عندنا في ديبوست معينين في صورة ما خروج بعض اللاعبين، يعني محضرين كل شيء، هي جزئيات لفات كنا نرجع، وإحنا إن شاء الله بريفي نرجع في آخر الأسبوع القادم نزيدوا نقعدوا أكثر استاف كامل مع رئيس النادي مع الهيئة المديرة ونخططوا كل النقائص بتاعنا، وبإذن الله ثم كان الخير أكيد، ما تحكينا في كل شيء ومحضرين روحنا لكل شيء. باهي ما تنجمش تكون معايا عصام ما نسالكش على السي اس اس، فريقك الام، الفريق اللي تحبه، فريق القلب نتاعك انت، خلينا نجم نقولوا البارح كان جديد في السي اس اس اجتماع لكبارات السي اس اس، متفائل خير بالاجتماع هذا عصام؟ ما نجم نكون كان متفائل خير، ولازمني نتفائل، لانه اولا الشخصيات البارزه والرؤساء السابقين اللي اجتمعوا البارح ممكن عندهم اكثر من 4 سنين ما اجتمعوش. دونك هذه ديجا بداية الغيث قطرة، الاجتماع المخرجات تاع الاجتماع انه باش تتفعل كل المكونات تاع النادي الرياضي الشقيقي، منها هيئة الدعم، هيئة الأحباء، سوسيوس بصفة خاصة، كل المدعمين تاع النادي الرياضي الشقيقي لازمهم يرجعوا، وهما ملمين ويعرفوا مليح زادة شنو المشكلة تاع النادي الرياضي الشقيقي، اليوم مشكلة النادي الرياضي الشقيقي هو مالي بامتياز، معناتها إن شاء الله يتلموا وإن شاء الله يلقاوا القدرة ولا عندهم الإمكانيات باش يوفروا المال للنادي الرياضي الشيخي مش يخرج من عنق الزجاجه اللي هو فيه، لانه نحبوا نكروا النادي الرياضي الشيخي اليوم الموسم بتاع صناع عمل موسم خايب برشا، مالجري انا مترشحين دومي فينال كوب، لكن على مستوى الافريقي النادي الرياضي الشيخي خرج بكري من الشامبيونز ليج، خرج بكري زاده من الكوب لا كاف، الشامبيونات كلاسيك ان كام، كلهم نتائج ما يفرحوش الاحباء تاع النادي الرياضي الشيخي، ما يفرحوش كل غيور عن النادي الرياضي الشيخي، اكيد باش يخدموا الناس اللوفات كون، يعني قلت لوفات كونوا مجتمعوا ان شاء الله النيه تصفى ويغلبوا مصلحه النادي الرياضي الشيخ قبل كل شيء، وباذن الله ثم كان خير. يعطيك الصحه، شكرا لك عصام مرجاسي، موفق ان شاء الله في تجربتك الجديده مع مستقبل الجيش، اكيد بعد امضاء العقود اللي كما اكدت انت تقريبا الاتفاق رسمي بينك وبين هيئه المديره نتاع محمد علي العروي، في انتظار امضاء العقود ان شاء الله باش يكونوا خلال الاسبوع الحالي والاسبوع القادم على اقصى تقدير. فاصل، موزيكا فهم كاملين، فاي بلاي حتى ما تفهمش.